بس حكيت هو كان لما سبق ارتحت معاهم وكده. اخدنا الموضوع من الساعة 5 المغرب لحد الساعة 11 بنتكلم. بابا بقول لك ايه، بص لعلاء كده وقال لي بقول لك ايه، قلت له اتفضل، قال لي تتجوزي الواد ده. هو تقريبا تتجوزي الواد ده وفي الهيه قمت انا قايله موافقة، يعني في الهيه خلص الهيه قمت انا قايله موافقة. قال لي بتتكلمي جد؟ انا ما بهزرش، انا والله بتكلم جد، انا عندي ولد وبصراحه مش عايزك تمشي ومش عايزك ترجعي تاني ان انت تبقي لوحدك وتشتغلي وتبقي لوحدك، لا انا عايزه اديكي حته قلبي دي. يا الله. قلت له خلاص موافقه. قال لي في نفس الوقت مش هينفع تقعدي معانا وانت مش على ذمته، بس لو عايز تقعدي وانا ماشيه اوديه في اي حته انا ما عنديش مشكله. قلت له لا موافقه. تتكلمي جد؟ اه موافقه. طيب ممكن تديني رقم حد من اهلك او كده؟ قلت له ماشي اوكي انا هديه لك، بس والله مش هتستفاد حاجه. فاديته رقم مامتي، كلمها وقال لها بنتك معانا، انا حابب ان انا اجوزها لابني. فاضيه امتى تيجي نكتب الكتاب؟ على طول. والله هي اضرب مصلحتها وانا مش هقدر ان انا اجهزها، وطبعا جوزي ما يبقاش ابوها فمش هقدر ان انا اجهزها، فوجودي مش هيبقى ليه لازمه. انا اتصدمت من الكلمتين دول، انا سمعت الكلمتين دول صدقت كل حرف هي قالته عن قصتها. انا قلت لها روحي اشتغلي وعملي، يعني في نفس اليوم بقى جبتوا المأذون. بقول لك احنا ما جبناش المأذون، احنا رحنا له. احنا رحتوا المأذون نزلتوا اتجوزتوا، مبسوطه ومامته قعدت تسقف لي وبابا وشغلوا اغاني. في نفس اليوم زي ما انتوا بلبسكوا الكاجوال بكل حاجه. انا مش عايزه اقول لك انتوا كنتوا قلتوا اساسا، كنت اديتكوا الصوره اللي هو كان قاعد ماسك فيه ايدين بابا وبيقول الصيغه الشرعيه وخلاص اتجوزتوا، مش في دماغكم بقى تعملوا فرح ولا اي ولا اي حاجه. طب انا خلاكي بقى ترجعوا تفكروا تعملوا فرح، علشان انا كنت وعدتها قلت لها كل اللي انا ما عملتهوش او اللي احنا ما قدرناش نعمله هعمله لك. لازم. طبعا احنا يعني باختصارا شديدا كلمنا ابويا طبعا وتواصل مع اهلها في البلد اللي هم من بعيد يعني. قال لهم بنتكم احنا عملنا 1 2 3 4. طبعا هم ما اهتموش قوي يعني او عادي. طب احنا عايزين نيجي نكتب ايه عشان ده حقها ولازم. عملت كل حاجه تديها بس لازم. بعد الجواز بصراحه بعد الجواز كتب لي المهم ان انت عملت لها كل حاجه لازم. عايزاكم بقى تدخلوني في الترند اللي قالب الدنيا، ان انتوا صحيتوا كده قررتوا ان انتوا تلبسوا. فعلا صحينا قررنا. يعني انا بدات بقول لك ايه، انت هتولدي ومش هينفع تلبسي الفستان بعد الولاده لظروف السيده المرضعه وكده، فلا انا مش هخليكي تستني سنتين تاني. فايه رايك؟ قلت له موافقه. بعدها بيوم قلت كل يوم اقول له علاء انا مش عايزه اعمل ده. انا مش عايزه اعمل ده. انا خايفه منها بصراحه. انا متوتره، انا خلاص قربت اولد، انا ممكن اعملها في اي لحظه. علاء 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 راح على طول. خلاص بقى انت قولي اللي انت عايزاه، انا خلاص قررت. فرحتوا لما الناس فرحت لكم بقى والصور اللي انتشرت؟ انا ما صدقتش بصراحه. كلنا فرحنا معاكي. بدانا تواصلنا مع القصه حامل وبتعمل فرح. ايوه تواصلت بصراحه مع اتلي اللي عمل لي الفستان والميك اب، سلمى سمير. وجهزتي بقى على طول ما شاء الله عليها، ما رفضتليش الطلب. وجهزته على طول. على طول. بس ما كنتوش قاصدين تعملوا ترند. لا انتوا كنتوا عايزين تفرحوا مع اللي متابعينا، يعني قصتنا نزلناها من سنتين واتعرض علينا ان احنا يتعمل لنا ده فري عادي، اللي هو مجرد ان هم يفرحونا، بس علاء قال لي لا مش هينفع، مش جاهزين دلوقتي. فعملتوه على اساس ان انتوا تفرحوا بس، يعني كنتوا عايزين تفرحوا. يعني احنا لو كنا عايزين ترند الموضوع فتحناه من سنتين وعمل ضجه جامده، ويمكن الناس عارفاني بقى انا البنت اللي ما لبستش فستان يوم فرح. فكان هيعمل ضجه اخيرا. ليها فيديو، ليها فيديو جايب تقريبا حرفيا. انا عيطت لما لبست الفستان وانا بقيسه. الله. وانا بقيسه شافني كده قال لي والله هتبقي احلى عروسه اقسم بالله. جميله. تقول لها ايه بقى واحنا بنختم الفقره؟ لا ربنا يخليكي ليا وتفضلي سندي وظهري، ويا رب طول العمر واحنا مع بعض واقدر اساعدك. بحبك. الله. وانا لو كنت فكرت لحظه في القرار ما كنتش عملته، يعني لا مش قصدي يعني عشان ده قرار مجنون. لا بس والله فعلا انا مش هقول ان انا استعجلت، بس مبسوطة. انا ما كنتش متخيله ان ردي بالسرعه دي يطلع هو فعلا ده النصيب اللي الصح اللي ربنا كاتبه لنا فعلا. انا بقول من باب اللي هو انت مجنونه انك تردي على قرار زي ده بسرعه، بس دلوقتي عشان ما حدش يعملها دلوقتي مبسوطه. يعني عشان ما حدش يعملها. هو نصيبها طلع كويس ان هي طبعا وقعت. ايوه. انا بقول عشان ما حدش يتسرع. ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم وانتوا نورتونا. شكرا يا علاء، شرفنا بحضرتك جدا. ربنا جدا يسعدكم.